أرحب بأهلنا من وجهاء ومجلس عشائر البوكا. نجنب مناطقنا ويلات الحرب من جديد، نجنب مناطقنا الفوضى، نجنب الفتنة، فتنة بين العشائر، فتنة العربية الكردية. إذا ما في مي زراعة بده يسقي مي شرب بده يسقي. العمل الجانبية وهي على وشك الانتهاء ونحن كنا حاطينها كمرحلة. الآن إحنا بنا مساتين، كانوا طالب بإعادة تأهيل هذه المساتين. أضف إلى ونطلب منكم تفعيل دور النازحين وتخصيص مكاتب خاصة بهم وإعطاء مستحقاتهم من غير مستحقات المنطقة في جميع المجالات. استقرار مناطقهم، وكان لهم دور فاعل حقيقة. نحن من خلال تواصلنا معهم طبعاً يخصوا أبنائنا في المنطقة الشرقية، يخصوا أهلنا في المنطقة الشرقية. ربما تأثر البعض كإدارة ذاتية على أعلى مستوى، مجلس سوريا الديمقراطية، قوات سوريا الديمقراطية هدفه